اهلا بحضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، ونبتدي بالدولار الامريكي واللي سجل للبيع سجل 19 جنيه و17 قرش، شراء 19 جنيه و10 قروش، اما اليورو سجل للبيع 19 جنيه و51 قرش، والشراء سجل 19 جنيه 42 قرش، اما الجنيه الاسترليني سجل في البيع 23 جنيه و10 قروش، في الشراء سجل 23 جنيه، فرانك سويسري سجل للبيع 20 جنيه و15 قرش، اما للشراء سجل 20 جنيه و6 قروش. اليوان الصيني سجل للبيع 2 جنيه و82 قرش، شراء سجل 2 جنيه و81 قرش، ريال سعودي سجل للبيع 5 جنيه و10 قروش، والشراء سجل 5 جنيه و8 قروش، دينار كويتي سجل للبيع 62 جنيه 52 قرش، أما للشراء سجل 62 جنيه و19 قرش، درهم إماراتي سجل للبيع 5 جنيه 22 قرش، أما للشراء سجل 5 جنيه و19 قرش. خلونا نتابع مع حضراتكم متوسط أسعار الذهب، وعيار 18 اللي سجل 920 جنيه، عيار 21 سجل 1073 جنيه، عيار 24 سجل 1226 جنيه، أما الجنيه الذهب سجل 8584 جنيه. خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. لسه في ارتفاع بسيط في معدلات الرطوبة بالنهار، وده هيزود الإحساس بالحرارة عن المتوقع بحوالي درجتين لأربع درجات. كمان النهاردة هيكون في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. في كمان فرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتكون 35، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، أما أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم أخبار الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.